مع انه وزير الاستثمار بس بيعترض على الاعلانات. لا لا انا سعيد بيها جدا واضح. ده احنا بنتكلم في وسطها يعني. انا بس اقول للساده المشاهدين ان في كلام مهم جدا اتقال في الفاصل وانتوا في اطار الفاصل ده يعني مش هتعوض. استاذ صلاح سؤالي لحضرتك قبل الفاصل، هل مفهوم الدوله الكفيله هو العلاقه الصحيحه دلوقتي التي تصلح ما بين الحكومه والشعب؟ هو طبعا مثلا عايز اقول اشاره عابره كده للي قال تفضل بيه مع الوزير، اللي هي متعلقه بفكره يعني ايه اختلاف الدول في طريقه اتخاذ القرار واتخاذ القرار بشكل ديمقراطي وحتى لو باغلبيه بسيطه. ربما تكون دي الاشكاليه اللي عندنا، ربما تكون اشكاليه الاصل احنا ما عندناش اليه لاتخاذ القرار تقدر تحسب فيها فين فعلا الاتجاه الغالب حتى لو كان يمثل 51% بس من المصريين تجاه اي موضوع. لا ده انا مش عايز ابقى مزايد على حضرتك. معظم المصريين ما يعرفوش مين اساسا اللي بياخد القرار. صحيح. هل ده يعني الحزب اللي بياخد القرار الى ذلك ولا الحكومه اللي بتاخد القرار ولا المجلس الشعبي اللي بياخد القرار؟ وهل وعلى اي اساس بتتخذ الهيئات دي هذه القرارات؟ يعني على اساس معرفه حقيقيه؟ على اساس خدمه مصالح خاصه؟ يعني زمان في مصر نفسها في ما بين الثورتين كان الناس عندها ثقه ما انه في حزب كبير مثلا زي حزب الوفد انه ده لو جه يبقى هذا حزب يشكل اغلبيه المصريين، هيتخذ سياسات تخدم هذه الأغلبية، هيتخذ سياسات راديكالية في المسألة الوطنية، راديكالية في المسألة الديمقراطية، وبالتالي الناس ممكن تخرج في المظاهرات تقول مثلا عن النحاس كانوا يقولوا عليه دايما أنه حرامي، فيقولوا حرامي حرامي لكن بنحبه. أيوة. أو يقولوا مثلا الحماية على يد سعد خير من الاحتلال على يد عدلي. فهي المسألة بس ده ظرف تاريخي مختلف. لا بس في النهاية إذا كان عندك نظام ديمقراطي حقيقي بيفرز أغلبية حقيقية، أنا واثق إنه المصريين سيقبلوا قرار الأغلبية حتى لو كان بالأغلبية البسيطة. بالنسبة للسؤال بقى بتاع حضرتك، في بلد زي مصر في عالم ثالث، في بلد زي دي ومع الوزير أشار إنه هذا النظام موجود من سنة 45، يعني ما هوش من ابتكارات ثورة يوليو، ويمكن ربما قبل ذلك من الحرب العالمية الأولى لما اتعملت وزارة التموين أول مرة والجاز بكوبون والسكر بكوبون وإلى آخره. فأنت ما تجيش تقول لي إن الدولة بتشتكي من انه الدعم عالي وانه احنا لازم نفكر فيه، ما عشان تفكر فيه لازم اللي اشار اليه معالي الوزير الناس عايشين في العشوائيات دي انت تلاقي لها ظروف، لازم البطاله دي انت المسؤول عن انك تعمل برامج تعيد تاهيل العماله اللي موجوده، تعيد تغيير برامج الدراسه. انت مين يا فندم؟ الحكومه. ايوه. انت تعيد تاهيل برامج العماله اللي موجوده بحيث يستوعبها السوق، تعمل مشاريع استثماريه. طب هو مع احترامي وخلينا بقى نبتدي نستغرق تفصيله عشان وقتنا ما يتجاوزناش، إذا كنا حضرتك بتتكلم على الدعم وده أشار إليه الدكتور محمود برضو في كلامه. الدعم محدش عنده اعتراض على فكرة الدعم. وده ترسيخ لفكرة البعد الاجتماعي اللي الحكومة دايما بتقول إنها واحدة من أهم أولويات. بس من الواضح أن السياسة التي تقدم بها الدولة الدعم للمواطنين مش محققة أهدافها. الدعم في غالب الأحيان لا يصل لمستحقيه، وغالبا يكتنز المقادرون في هذا المجتمع. ما بنسمحش بأفكار، عايزين نعرف الدعم ده ممكن يتحول إلى نقدي؟ من يوم ما جه الدكتور علي مصلحي وله كامل الاحترام وقال انا مهمتي الاولى في هذه الحكومه اللي هي وزاره التضامن الاجتماعي ان اميز الفئه غير القادره وهي مستحق الدعم وحميزهم ببطاقات او على الاقل نعرفهم، حتى الان لم يحدث هذا، ومع ذلك لم يحدث تغيير. لا ما هو ده اللي مطلوب، مش بس ان انا اوصل الدعم للمستحقين اوصل. وهنا بقى الدوله اللي ايه اللي المفروض الدوله الحتت اللي المفروض الدوله ما تخافش فيها. ايوه. واحد وسيط بيسرق الاموال الدعم ويبيعها في السوق السوداء، اسواق متسابه بلا اي شكل من اشكال الرقابه بحيث لا تستطيع انك انت تضمن اي سلعه بتشتراها ان هي جيده ودي المواصفات بتاعتها، او تشتريها من هذا المكان بسعر وتشتريها من اي مكان اخر بسعر منخفض، يقول لك اصلك انت سكت في المهندسين هنا بزياده ضعف، السلعه بزياده الضعف، لو رحت في السيده هتلاقيها اقل من نصف الثمن اللي انت بتشتري بيه. صحيح. في المهندسين. حقيقي. وهكذا. هنا بقى دور الدوله اللي ينبغي ان هي ما تخافش. والقوة الحميدة اللي المفروض ان جوه القوة الحميدة تبقى ضد مين؟ ضد الوسطاء اللي بيسرقوا المال العام، ضد الفاسدين. لازم الحكومة يكون عندها قوة، مش القوة دي لابد ان تستخدم ضد الذين يفسدون الاستقرار العام، ينهبون المال العام. تستخدم هذه الحكومة وتخاف مننا نحن الفقراء، نحن الوسطاء، لازم تخاف مننا وتعمل حسابنا وتكفلنا. ايوه. تخاف مننا ولا تراعينا؟ ما هو تراعينا يعني معناها تعمل حساب، ما هو تخاف مننا يعني ايه واحنا هنعملها ببق؟ لا يعني احنا للاسف بنعمل لها بيخ. يا باشا البي مدير الامن كفه قد كده على راي على راي المسرحيه اللي بتقول، لكن هي المشكله هي تخاف علينا. تخاف علينا تضعنا في اعتبارها،
ما يبقاش في فكره انه بلد فيها ناس يعني عايشه على هذا المستوى. الفارق الكبير ما بين الدخول المنخفضه والدخول العالي. صحيح. يعني في شكل طبعا صراحه الاستاذ سليمان فكره اولويات الدعم موجود. عندك خراب اسمه التعليم. كل المستفيدين والمستخدمين لمنظومه التعليم مش راضين عنه. اولياء الامور، المدرسين، النظار والمشرفين، الوزير نفسه الجديد، وطبعا التلاميذ والدوله والحكومه، مفيش حد راضي. ومع ذلك لا ياخذ دعما بقدر ما ياخذه البنزين اللي حضرتي وحضرتك ومعالي الوزير بناخده بعربياتنا الفارهه، وغير القادر لا يطول منه شيئا. صحيح. ما هو هنا دي بقى دور لها على حلول. مين بقى؟ تعود الى شجاعه الحكومه. دور على حلول. دور لها على حلول عمليه على النحو الذي يعمل. يعني هي الحكومه نفسها، احنا بنقول الكلام ده على الدعم الاكل والشرب والحاجات دي، لكن ما احنا عارفين ان الحكومه دعمت الكهرباء، سعر الكهرباء برضه وسعر البنزين وسعر الحاجات اللي زي للمشروعات الاستثماريه لفتره طويله جدا جدا جدا، وبمئات الملايين وبمليارات من الجنيهات لتشجيع الاستثمار ولتشجيع المصانع الجديده على انها تم، واصحاب هذه المصانع يكسبون مليارات الجنيهات. صحيح. يعني انت بتقدم دعم بتتصور. انا ما عنديش اعتراض كبير عليه، بس انا بلفت النظر الى ان الحكومه يعني عندها ناس وناس، ناس ممكن تديها دعم بمئات الملايين من الجنيهات وهي مستريحه ومبسوطه وسعيده وبتضحك، والناس بقى تعبها قوي. يعني شويه الدعم ايه؟ يعني الكم مليار اللي بيندفعوا للدعم دول، هم دول اللي مش قادرين يوفروا من ميزانيه الدوله جزء لدعم التعليم؟ لا، في مصروفات طرفيه كثيره، مصروفات سفيهه كثيره يمكن منها توفير غير النظر الى الدعم الذي يقدم لسلع الاستهلاك. تمام. اسمع رايك استاذ سليمان، وعايز حضرتك تفسر لي شويه جمله اللي قلتها لي قبل الفاصل، وهي فكره ان حتى لما الحكومه بتعمل حاجه كويسه لا تجيد توصيلها وتسويقها للراي العام. انا اقول لحضرتك يعني اولا الحكومه يجب ان هي تبطل اذا كانت بتخاف مننا او بتشتغل بنظام من خاف سلم زي ما الدكتور محمود بيقول، هي المفروض تخاف علينا. وتخاف علينا دي يعني تعمل ما فيه مصلحه الغالبيه من الناس. كويس. ومصلحه الغالبيه من الناس تقتضي ان هي تقدم ما فعلته وتقتحم ما لم تفعله بشجاعه. ما فعلته هناك اشياء كثيره فعلتها او انجزتها الحكومه الحاليه، لكنها حتى الان ما هياش حاضره في ذهن الناس ولا الناس عندها فكره عنها. ايه السبب؟ لسه الدكتور محمود بيشير الى طريق السوهاج البحر الاحمر، ده طريق انجاز عظيم جدا. صحيح. لكن نشر في الجرايد الدكتور محمود راح افتتحه وتاني يوم اتنسى. سياده الرئيس اتفضل. سياده الرئيس لكن تاني يوم كان ده يجب ان يتقال للناس ما معنى ان يكون هناك طريق يربط الصعيد بالبحر الاحمر. ده معنى طريق يعني تنميه، يعني الملك في المغرب عندما جاء بعد الملك الحسن كان الشيء اللي ركز عليه واصبح له ميزه نسبيه فيه الان هو ان تكون هناك شبكه طرق في المغرب، والشيء اللي بتتميز به المغرب حاليا على يمكن على كل الدول العربيه نفذه. هو انه عنده شبكه طرق ليست موجوده في كل الدول العربيه. وكانت شبكه طرق على مستوى الدول العربيه طريق احسن شبكه طرق. طريق يعني تنميه يعني مظبوط فرص عمل. طب هل يعني فقط أن الحكومه لم تجد تسويق انجازاتها، ولا عشان الناس لسه ما حسيتش بالثمار؟ يعني الناس لازم تقطف ثمار الطريق عشان تقول لك اه والله الدنيا اتحسنت، زي بالظبط الجدل اللي كان موجود في بين الشعب يعني بين في حاجات تمت. الدكتور يوسف بطرس غالي وجوده مال. الدكتور يوسف بطرس غالي بيقول ارقام كويسه، المستشار جوده مال بيقول على عيني وراسي، بس الناس لم تشعر بالتحسن اللي اثمره النمو الاقتصادي. طب ما حسيتش. ما هو انا بقول لحضرتك يعني اولا موضوع طريق الصعيد البحر الاحمر ما تشرحش للناس ولا تقدم كويس. نمره اثنين وصول الغاز الى اسوان لا تشرح للناس ولا تقدم كويس. نمرة ثلاثة الضريبة العقارية مثلا، الضريبة العقارية أنا شايف إن هي ضريبة من ضريبة تصاعدية، لكن حتى الآن وصل